من أجمل البلايص في تونس المهدية، مدينة ساحلية تقع في الساحل الشرقي يحيط بها البحر من ثلاث جهات. أكثر حاجة متميزة بها المهدية هي مقبرة البحرية، فهي أجمل ما يوجد على ضفاف البحر المتوسط. يشهد هذا المكان إقبال السياح من جميع أنحاء العالم لجماله عكس بقية المقابر، كما تتميز المقبرة بطابع تاريخي ثري يبرز تعاقب الحضارات مع جانب فني يلقى إعجاب الزائرين والفنانين من عدة دول. إطلالتها على البحر والشارع الذي يشقها جعل منها قبلة للزائر والعابر، فقد تجاوزت بعدها الرمزي كمقبرة لتصبح وجهة للتأمل وإلهاما للفنانين والرسامين. حبيت نسألك، اسكو فما دي برشا توريست يجيو لهنا على خاطر سبيسيالمون عجبنا؟ بيعي هي معروفة على برج الراس، برسكي جبان على البحر، برسكي البلاد الوحيدة في تونس كاملة. هذا المعلم التاريخي هو من أطلال الدولة الفاطمية. يتفرجوا فيها يجيو برشا سياح. رينا فما كاليس متعدي من غادي. ما عادش يجيو برشا توا. خلوا دفن في هذه المقبرة العديد من الشخصيات التاريخية، منها طاهر بن مصطفى السر وعائلته، كما تحتوي على عدة مقامات مثل مقام سيدي جابر وزوايا مثل زاوية سيدي عبد السلام. وقد قررت وزارة السياحة ترميم هذا المعلم التاريخي لكي يحافظ على بعده الجمالي كما ثمنه الرسام كمال رأمين. تعمل فيها دورة مالجري اللي هي سيميتير معناها التنسبير معناتها وفيها راحة ريبوزونت برشا، رغم اللي هي نرجع كيما نقول جبانة معناتها ماهيش مخيفة كيما الجبابنة اللي موجودين معناها في الغيب وفي الواحد، هي على البحر حباها برشا حتى الأوروبيان اللي قاعدين معناتها يجيو للمهدية صورها برشا. فما جو كوني ان بانتر معناتها جون كاميل ويت أول تابلو عملوا على سيميتير مارا، وقال لي بأنه هو صاحبي ورسام تيفي فنان تشكيلي، قال لي كمال ميلي نتمنى أني مسلم. هذه المقبرة هي من أجمل المعالم التي في هذه البلاد.